قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية. قال: والنصيحة لأئمة المسلمين، أي لخلفائهم وقادتهم، ومعاونتهم على الحق. والنصيحة لأئمة المسلمين، أي لخلفائهم وقادتهم، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، ومجانبة الخروج عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى النصيحة لأئمة المسلمين. بين أولا ما المراد بالأئمة، قال: لخلفائهم وقادتهم. لخلفائهم وقادتهم. ثم بين النصيحة لهؤلاء كيف تكون، قال: معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، أي في الحق، معاونتهم على الحق، أي إذا اتجهت همتهم ورغبتهم وعزيمتهم للعمل بالحق يعاونهم عليه ويسد من أزرهم، وإذا أمروه بفعل شيء من الحق أطاعهم، لأن عليه السمع والطاعة بالمعروف، فإذا أمروه بمعروف وبحق لزمه أن يطيعهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر إلا إذا أمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، أي في الحق، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، أن ينبه الولاة والخلفاء والقادة برفق ولطف، وأن يكون أيضا هذا التنبيه سرا كما دلت على ذلك بعض النصوص والآثار، أن يناصحهم سرا بينه وبينهم برفق ولين، لا بالتشهير ولا بالتعنيف ولا بالتأليب ولا بالشوشرة وإثارة الفوضى، وإنما ينصح لهم وينبه لهم وينبههم برفق ولين، فهذا من النصيحة لهم. قال: وتذكيرهم برفق ولطف. قال: ومجانبة الخروج عليهم، أي أن يحذر أشد الحذر من الخروج على ولاة الأمر ورفع السيف ونزع اليد من الطاعة والافتيات على ولي الأمر، فهذا كله من الغش وليس من النصيحة في شيء. قد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، والنصيحة لولاة أمرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنصح لولاة الأمر هذا ينبغي على المسلم ألا يكون في قلبه غل تجاه هذا الأمر، بل ينبغي عليه أن تسمح نفسه وتلين بذلك. ولهذا قال: مجانبة الخروج عليهم، مجانبة الخروج عليهم، أي أن يكون على حذر من أن يقع في هذا الأمر، أن ينكث البيعة، أو أن يفتات على ولي الأمر، أو أن ينزع اليد من الطاعة، أو أن يرفع السيف، فهذا كله خلاف النصيحة المطلوبة لولاة الأمر المنصوص عليها في هذا الحديث العظيم. قال: والدعاء لهم بالتوفيق. من النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم بالتوفيق، أن تخصهم بالدعاء، أن يوفقهم الله، أن يصلحهم الله، أن يهديهم الله، أن يسددهم، أن يلهمهم الصواب، أن يعيدهم من الانحراف والضلال، أن يجنبهم بطانة السوء، وأن يرزقهم البطانة الناصحة، هذا كله من النصيحة لهم. ولهذا نقل عن بعض السلف مثل الفضيل بن عياض أنه قال: لو كان لي دعوة مستجابة
لجعلتها للإمام. يعني لو قيل لي لك دعوة واحدة مستجابة، يقول لا دعوت بها للإمام، يعني ما أخص نفسي بها، أجعلها للإمام. لماذا؟ قال عبد الله بن المبارك: من يقدر على هذا إلا مثلك. يعني هذا أمر عظيم ما أحد يقدر عليه، وإلا لو قيل لأحدنا لك دعوة مستجابة، اطلب شيء أنت مستجاب، تتجه همته لأشياء خاصة به هو، إما دنيوية أو أخروية. لكن أن يتجه الإنسان هذا الاتجاه العظيم بأن يدعو بالشيء الذي هو صلاح للأمة، لأن صلاح الراعي يثمر صلاح الرعية، وتنتفع الرعية غاية الانتفاع من صلاحه، وفساده أيضا فساد للرعية ومضرة على الرعية. ولهذا من النصيحة للإمام أن يدعى له، أن يدعى له، يقال: اللهم اهده، اللهم أصلحه، اللهم وفقه، اللهم سدده، ونحو ذلك من الدعاء الدعوات النافعة. ولهذا قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. لأن من النصيحة الدعاء للسلطان، الدعاء للسلطان، الدعاء له أي بالهداية بالتوفيق. لكن إذا وقع السلطان في ظلم، ظلمك أو ظلم غيرك، ليس معنى أن تدعو له أن تقول جزاه الله خيرا، يعني يظلمك وتدعو له بهذا الدعاء، ليس هذا هو المراد، أو تقول بارك الله فيه، وإنما أنت تقول: اللهم اهده، اللهم دله للصواب، اللهم وفقه للبعد عن الظلم، اللهم سدده في رأيه وأقواله وأعماله. تدعو بهذه الدعوات التي فيها نفع له وللأمة وللناس عموما، هذا مقتضى النصيحة. قال: والدعاء لهم بالتوفيق، وحثوا الأغيار على ذلك، أي أيضا تحث الناس على هذا الأمر، أن يكونوا ناصحين لولاة الأمر غير غاشين لهم، داعين لهم بالخير والتوفيق والسداد. نعم. قال: والنصيحة لعامة المسلمين، وهم هاهنا من عدا أولي الأمر منهم، إرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ونصرتهم على أعدائهم، والذب عنهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، وما شابه ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى النصيحة لعامة المسلمين، وبين أولا من المراد بعامة المسلمين. قال: وهم هاهنا من عدا أولي الأمر منهم، لأن أولي الأمر لهم من النصيحة شيء مخصوص، خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من النصيحة زائد على غيرهم، وهو حق لهم، وهو جزء من الدين الذي صدر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث به. وعامة المسلمين هم من عدا أولي الأمر منهم. ثم بين رحمه الله كيف تكون النصيحة لعامة المسلمين. قال: إرشادهم إلى مصالحهم، أن يكون عاملا على الدلالة على الخير، وإيصال وهداية الناس إلى مصالحهم ومنافعهم الدينية والدنيوية. قال: إرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، أي أيضا هذا من النصيحة، أن تسعى في تعليم الناس أمورهم الدينية والدنيوية، ولا سيما أيضا إذا استشارك واستنصحك، ولا يكون تعليم لأمور الدين إلا بعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لأن من دعا
بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فمن النصيحة لهم أن تعلمهم إذا كنت ذا علم، وإن لم تكن ذا علم فأحلهم إلى أهله. إياك أن تعلمهم بدون علم، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أرشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده. فتتحمل إثم ما أرشدته إليه بغير علم. فإذا كان الإنسان على علم وبصيرة يعلم، وإذا كان على غير علم يحيل إلى أهل العلم وأهل الفقه في دين الله تبارك وتعالى. قال: وستر عوراتهم. أيضا هذا من الأمور المطلوبة، لا ليس من النصيحة أن يفضح الإنسان إخوانه أو يهتك أستارهم أو يفشي أسرارهم أو نحو ذلك، بل أن يستر عورات إخوانه. إذا رأى عيبا أو زلة أو خطأ يستر عورة أخيه ولا يهتك ستره ولا يفضحه بين الناس، فهذا ليس من النصيحة في شيء. وكما أنه هو في نفسه لا يحب أن تهتك عورته وأن يفشى سره وأن يشاع خطأه في الناس، فينبغي عليه أن يكون كذلك في تعامله مع الآخرين. وسد خلاتهم، أي ما يكون عندهم من عوز أو حاجة أو نحو ذلك، يسد ذلك بقدر استطاعته وبحسب وسعه. قال: ونصرتهم على أعدائهم. قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونصرة الأخ المظلوم واضحة، ونصرة الظالم أي بكفه ومنعه عن الظلم. قال: والذب عنهم. هذا أيضا من النصيحة، ذبك عن عرض أخيك المسلم ودفاعك عنه ورفعك الغيبة عنه ومنعك من إيذائه أو الإضرار به، هذا كله من النصيحة لإخوانك المسلمين. قال: ومجانبة الغش والحسد لهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الحسد، قال: لا تحاسدوا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعمة. ولهذا قيل: الحاسد عدو نعمة الله على عباده. فمن النصيحة للإخوان ولعموم المسلمين عدم الغش وعدم الحسد، وأيضا البعد عن الخصال الأخرى التي جاء النهي عنها: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تناجسوا وكونوا عباد الله إخوانا. يبتعد عن الغيبة وعن النميمة وعن السخرية وعن الاستهزاء وغير ذلك، هذا كله من النصيحة لعموم المسلمين. قال: وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.